هذا المؤتمر اللي بنظمه مركز القاهرة مشكوراً هو إحداحت الفرصة لدى المشاركين بالتعرف على ما هو جديد في التحكيم التجاري الدولي. يسلط هذا المؤتمر هو دور محاكم الدولة في العملية التحكيمية. إحنا بنعرف إنه دور المحكمة هو دور على الإجراءات التي تتعلق بالتحكيم ولا تتدخل في موضوع التحكيم أو كيف توصل المحكمين إلى قرارهم. وطبيعة أوراق العمل التي قدمت وهي مهمة جدا في نشر الوعي لدى الحاضرين لهذا المؤتمر حول التحكيم التجاري الدولي وما استجد من هذا الأمور على المستوى الدولي. والتحكيم كما أسلفت هو طريق لحل النزاعات بالسرعة الممكنة، لأن اللجوء إلى القضاء يؤدي إلى التكلفة الزائدة والوقت الزائد، مما يرتب عدم السرعة في حل النزاعات، خصوصا لما تكون نزاعات بين شركات كبرى ولا يحتمل التأخير. فالتحكيم هنا هو علاج لهذه الظاهرة بالسرعة المنجزة في إطار حل هذه الخلافات. وطبعا بشكر مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعني أحضر مؤتمراته منذ 2004، زمن الله يرحمه أبو العينين واللي كان مؤسس مركز القاهرة، هي نشر التحكيم على المستوى العربي. وفعلا هو نواة التحكيم في الوطن العربي، يعني بقولها بكل صراحة هو الذي علمنا التحكيم. فكل الشكر والتقدير لفريق العمل في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، وخصوصا يعني صارت علاقة أخوية بيننا وبينهم ودائما بتواصل ما هو جديد، وألف شكر.